أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. في اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو أيار الجاري، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي. وسلطت النسخة 21 من التصنيف الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام وما يصاحبها من عدم استقرار سياسي واجتماعي وتكنولوجي وفق تقرير المنظمة. وبحسب التصنيف الذي شمل 180 بلدا، فقد تبين بأن الوضع جيد جدا في 8 دول وجيد في 44 دولة وإشكالي في 55 دولة، فيما أظهر التصنيف بأن الوضع صعب في 42 دولة وشديد الخطورة في 31 دولة. وقد احتل العراق المرتبة 167 عالميا و18 عربيا ضمن الدول شديدة الخطورة على العمل الصحفي بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود. وفي هذا السياق فقد تم اعتقال الإعلامي حيدر الحمداني بعد كشفه لملف من ملفات الفساد في محافظة البصرة حول جدار إعلاني الذي نفذ خلال فترة بطولة خليج البصرة 25، والذي كان غايته التغطية على العشوائيات المنتشرة على الطرق في البصرة كما قيل في ذلك الوقت. الجدار كان كلفته نحو 480 مليار دينار عراقي، حيث قام الإعلامي حيدر الحمداني بنقل ما تم تداوله من قبل القاضي والنائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف في حديث له في إحدى البرامج التلفزيونية. دعونا نتابع جانبا من الفيديو الذي نشر في وقتها والذي بسببه تم رفع دعوى من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني بحق الإعلامي حيدر الحمداني ليتم اعتقاله فيما بعد، فلنتابع. خسارة اللي يزور البصرة وما يزور هذا الجدار المقدس. أنا مجرد فاعل خير وناقل الكفر ليس بكافر. اخوان، هذا الجدار اللي يغطي هذه العشوائيات ويغطي الفشل الحكومي باحتواء العشوائيات، هذا الجدار كلفته 480 مليار دينار عراقي سووه حتى يضمون العشوائيات، حتى من تدخل دول الخليج والوافدين ما يشوفون هذا الفشل، فسووه بكلفة 480 مليار دينار عراقي. ربما يسأل سائل هسه شي يقول، يقول يا أستاذ حيدر أنت شنو دليلك؟ عندك وثيقة على هذا الموضوع؟ الجواب بكل بساطة، أنا ما علي. اللي قال هذا الكلام هو القاضي والمحافظ السابق الدكتور وائل عبد اللطيف. بعد احتجازه لمدة 9 ساعات وموافقته على دفع كفالة بخمسين مليون دينار عراقي، قامت شرطة محافظة البصرة بإطلاق سراح الإعلامي حيدر الحمداني. دعونا نتابع هذه الصورة. حياكم الله أعزائي المشاهدين، قبل قليل تم إطلاق سراح الإعلامي حيدر الحمداني بكفالة مالية. يعني ما عندك تعديل؟ لا إن شاء الله ما انظلمك. ان شاء الله الشعب ما ظلمك، انا ما اقصد الحكومه، انا اقصد شعبيا. وجه شكرك لهنا وناسنا بالبصره، وفوا وياك بتعليق بمنشور. بصره ما تدري، لا تحكي علينا استاذ. لا 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 لا، بصره ما تدري، كل العراق ما يدرون به هو وين. يعني مشرف وعلى الراس، وبسببكم وبسبب دعمكم انه احنا مستمرين. والنعم منك، بس والنعم منك استاذ حيدر. الحمد لله على سلامتك. وجودنا في وضعية حقوق الانسان ايضا الان بس كلمه شو طالب المفوضيه؟ مفوضيه حقوق الانسان استاذ مهدي. بس اريد نفتهم شنو ماده 38 من الدستور العراقي؟ نعم، اريد واحد يفهمنا شنو حريه التعبير عن الراي. الله، بس 38 انت استاذ حيدر انتقدت بدليل، كان المقابل يرد عليه. عمي ما حد انتقد، جاب العكس انت. اقسم بالله ما حد انتقد. يعني ولا واحد جاب طار انتقاد. نعم، واحدة اثنين ثلاثة شوفوهن صح لو غلط ما بيش.
لم حيدر الحمداني يوضح من أمام مركز شرطة محافظة البصرة ما حصل معه، ويؤكد بأنه اعتقل بدون وجه حق، وأن في العراق لا تحترم حرية الرأي. وكان إلى جانب حيدر الحمداني عدد من إعلامي وناشطي محافظة البصرة. دعونا نتابع ما قاله الإعلامي الحمداني. حياكم الله. بعد 9 ساعات من التوقيف بسبب شكوتين قضائية تقدم بها محافظ البصرة أسعد العيداني، خرجت الآن مكفلا بمبلغ قدر 50 مليون دينار. الدعوة الأولى يا أخوان تحدثت بها عن جدار البصرة اللي قال وائل عبد اللطيف سعره 480 مليار، وائل وليس حيدر، والنزاهة أثبتت مخالفات بهذا الجدار. أنا ما لي علاقة، خرجت مكفل بهذه الدعوة ب30 مليون. الدعوة الثانية، بلديات البصرة مشترية آليات بمبلغ قدره 123 مليار. قلت يا أبا هاي الآليات وهاي أسعارها، روحوا حققوا بيها، ما قلت فساد، حققوا بيها، أكو هدر بالمال العام الله يوفقهم، ماكو هدر بالمال العام الله يوفقهم ويكثروا من أمثالهم. بس خرجت بها مكفلا أيضا بمبلغ قدره 20 مليون دينار. السؤال هنا، شنو ذنبي؟ مادة 433 تقول إذا أظهر الشخص الدليل انتفت الجريمة. ما هي جريمتي؟ أرد أعرف أخوان شنو جريمتي؟ أنا جاي من الرميثل البصرة، شنو جريمتي؟ مو أكو مادة اسمها رقمها 38 من الدستور العراقي، أولا ثانيا ثالثا يكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي. أخوان لا جاي نقول فاسد، لا جاي نقول مرتشي، لا جاي نقول هدر بالمال العام، جاي نؤشر الخطأ، جاي نستحول. 9 ساعات أنا بالتوقيف وأنا مجرد أظهرت وثائق وأدلة. تضامن الكثير من الصحفيين والناشطين العراقيين مع الإعلامي حيدر الحمداني، ومنهم ناشطون وإعلاميون من محافظة كربلاء ساندوا الإعلامي حيدر الحمداني وانتقدوا سياسة تكميم الأفواه للإعلاميين وملاحقتهم بعد كشفهم لملفات الفساد. فلنتابع هذا المقطع من كربلاء. يعني يردون بعد ما نحكي تكميم الأفواه. طبعاً قبل شوية سمعنا الرسالة مال أسعد العيداني يقول أنا ويا الدولة وبناء الدولة وأنا ما عندي مشكلة حيدر حمداني. وش حيدر حمداني ما حكى عليك الزميل حيدر حمداني ما طرق لك. نحن عن الوال عبد اللطيف، هاي القضية. القضية الثانية إذا تحكي بناء الدولة لعد المتظاهرين قتلوا، وين الملف مالتهم بالدولة؟ شو ما حكت عنهم؟ ملف أحمد عبد الصمد وين؟ جماعة الكواتم وين؟ اللي اغتالوا صفا غالي وين؟ اللي قتلوا أكثر من 700 قمعة، أكثر من 700 متظاهر و 200 واحد مغيبين وإصابات وجرحى وين؟ إذا تحكي على الدولة. وبالتالي هاي المحاولة، هاي رسالة إلى كل الصحفيين إنه لا حد ليسكت. هذا الهدف من هاي القضية، إنه حتى تكميم الأفواه بعد ما حد ما يحكي، حتى بعد ما حد ما يجري يحكي ولا حد لينتقد. وهي هاي ضربة حتى يسكتون الكل. المفروض الكل يتحدث اليوم، هاي بداية للقضاء على الصحافة حتى بعد ما حد ما ينتقد مسؤول. دعونا نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع هذه القضية، قضية الإعلامي حيدر الحمداني. يقول عقيل والله مشكلة، يعني بس البهذلة تخلي الواحد يبطل ينشر. إلى متى الحكومة تترك الفاسدين وتقدم دعاوى على أصوات الحق؟ كلها وياك حيدر، استمر يا شجاع. أكرم الصميدعي يقول الحمد لله على السلام أستاذ حيدر، لا يوجد قانون ولا توجد عدالة في العراق بعد الاحتلال. أما قصي بدر موحان فيقول يبقى صوتك هادرا بالحق، ولا تأخذكم في الله لومة لائم لكشف الفاسدين والفاشلين والسارقين، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم. أما محمد فيقول لن يضيع حق الشعب العراقي المغلوب على أمره ما دام هناك شرفاء لا يخشون إلا الله عز وجل. الحمد لله على السلامة، الله يحفظك. ونحن بدورنا نقول الحمد لله على سلامة الإعلامي حيدر الحمداني. معنا اتصال من العاصمة بغداد. صباح، مرحبا بك. صباح، العراق منذ سنوات عديدة يتذيل مؤشر حرية الصحافة
الذي يصدر أو تصدره منظمة مراسلون بلا حدود. 167 مرتبة العراق لعام 2023 من ضمن الدول شديدة الخطورة على العمل الصحفي. واليوم تم تداول قضية الإعلامي حيدر الحمداني اللي تم اعتقاله بعد نقل ما قاله القاضي والمحافظ والنائب السابق وائل عبد اللطيف بأن تكلفة الجدار الذي تم وضعه في خلال خليجي 25 في محافظة البصرة وكلف 480. نقل ما قاله مسؤول سابق في العراق، لكن تم اعتقاله لتسع ساعات وإرغامه على التوقيع على كفالة بخمسين مليون دينار عراقي. كيف ترى حرية الصحافة في العراق بشكل عام وقضية الإعلامي حيدر الحمداني بشكل خاص؟ أرحب بك معنا صباح من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرحب بكم بقناتكم الكريمة. الله. يا أهلا بك. طبعا هذا تكميم الأفواه، اللي احنا نعرف ان ما عندنا دولة ولا حكومة، هاي عصابات حكومة مافيات يعني مثل ما تقول. فهذا أي صوت حر أو إعلامي حر يطلع بحقائق وملفات فساد يتم لاغتياله. يعني احنا الحمد لله والشكر ما اقتلوه سلاح المنفلت أو الطرف الثالث اللي هو هيئة الحشد. فهذا تكميم الأفواه والرعب اللي يسوونه عند الصحافة في سبيل ما حد يقدر يحكي بأي حرية وبأي ملفات فساد. احنا نسأل القضاء ومجلس القضاء الأعلى اللي هو على اساس يريد يحارب الفاسدين واكو ملفات فساد، بدل ما يتجه على هذا الملف اللي حكى به حيدر الحمداني ويحاسب الفاسدين والقائمين على المشروع ويتبع وراهم هل اللي قاله حيدر بالاعلام حقيقه ام خيال. لكن هم كلهم مشتركين، المحافظ والقضاة الموجودين بالبصرة ومجلس القضاء الأعلى اللي موجود بالحكومة المركزية، كلهم سلسلة واحدة مرتبطين ناس بناس، من ميليشيات إلى قضاء إلى أحزاب إلى قادة كتل إلى برلمانيين إلى مجلس محافظة المحافظات، كلهم حرامية وعصابات. فأي صوت حر يطلع بالصحافة يتم استهدافه أو تخويفه، وهاي تعتبر شلون مثل ما تقول قرصة لحيدر في سبيل مرت الجاية. ترى الأمور غير شكل، يعني هذا تهديد، هذا يعني هو ما حكى فد شيء جابه من الخيال. ملف فساد المفروض القضاء يتم متابعة هذا الملف والتدقيق به هل هاي حقيقة أم كذب أو ادعاء، والقضاء هو يأخذ مجرى مع الإعلام أو القناة التابعة إلى. لكن هيش طريقة المافيات والميليشيات الولائيين اللي احنا مع الأسف ما عندنا لا حكومة لا عندنا قضاء لا عندنا قانون. هاي عصابات تحكمنا، هادي العامري والمحافظين اللي تابعين إلى إيران، وماكو أي حرية، أي حرية ماكو. كم صحفي تم اغتياله؟ كم إعلامي ما يقدر يحكي بحرية هو داخل العراق؟ لا. كلها مكممة الأفواه وما حد يقدر يحكي من عندهم بأي وطنية أو أي ملفات فساد يتم استهدافه من الحكومة نفسها، سواء حكومة محلية أو القضاة اللي مسؤولين على هذا الموضوع واللي هم مع الأسف القضاة. شكرا لك. ناصر من السماوة، أرحب بك، تفضل ناصر. ناصر تسمعني؟ انقطع اتصال مع ناصر من السماوة. طبعا احنا ذكرنا قبل كم يوم في حلقة صوتكم ما قاله رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني في لقاء متلفز مع عدد من الصحفيين، عندما تحدث بأن العمل الإعلامي وما يقوم بكشفه الإعلام والصحفيين والإعلاميين والناشطين يسهل على الحكومة الكثير من الجهد في التقارير الصحفية ويعني يختصر الطريق كما قال لإيصال الصوت إلى الحكومة، ولكن هذا اليوم الذي حدث مع الإعلامي حيدر الحمداني. طبعا يعاني العراق منذ سنوات من ارتفاع معدلات التلوث البيئي، وتعد العاصمة بغداد من أكثر المحافظات العراقية تسجيلا لنسب التلوث بعد أن قرب عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، وهو ما يعزوه مراقبون لغياب التخطيط والعشوائيات وعدم بناء مدينة إدارية جديدة للتخلص من التلوث الذي بلغ مستويات خطيرة أثرت على صحة الإنسان. وتعاني محافظة البصرة كذلك من تلوث بيئي كبير شمل الماء والهواء والتربة، وقد تعاظم هذا التلوث بشكل كبير في الآونة الأخيرة وخصوصا بعد الحروب التي تعرضت لها
الذي تعرض لها العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص، وما نجم عنها من حرائق وتدمير المنشآت النفطية وعمليات استخراج النفط بشكل غير صحيح وبشكل عشوائي، فضلا عما تركته مخلفات الإنسان والصناعات. كل ذلك وغيرها من الأسباب الذي جعل بيئة محافظة البصرة في حالة يرثى لها، وبأن عدم الوعي بخطورة تلك الملوثات سوف يترك تأثيرات سلبية على الإنسان والكائنات الحية الأخرى. في مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تسرب المياه الثقيلة والمصاحبة للمخلفات النفطية من جانب محطة حمدان في جنوب محافظة البصرة. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي. السلام عليكم. نهر خلف المدينة الرياضية قرب المحطة الحمدان يذب مياه مجاري آسنة على شط البصرة، ومن بعد المياه الآسنة تجيك التسربات النفطية وريحة الغاز يقتل، يعني حتى ريحة النفط الأسود مبين ذاك هو تسريبات نفطية موجودة، يعني هذا تلوث تلوث المياه إذ راح يدمر البصرة. ليش هذا؟ وين وزارة الموارد المائية؟ وين وزارة النفط من التسريبات النفطية؟ شوف شوف الماي أسود، الماي أصبح صار أسود. ليش هناك تسربات وريحة تقتل، ريحة غاز وريحة نفط مبين ذاك وواضح، يعني ليش هذا الدمار للبصرة ما نعرف. يعني أنتم شنو دوركم يا 25 نائب غير تراقبون هاش قضايا؟ ترى مو راتب رعاية وسوالف، تعالوا طلعوا شوفوا هاش مواضيع. نبقى مع التلوث البيئي في العراق وما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع سابق لمحطة تصريف المخلفات النفطية من محطة حمدان باتجاه شط العرب في البصرة. فلنتابع هذه الصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في محطة حمدان للمجاري، هذه محطة حمدان وهذه الأحواض التصريف اللي تنطلق منها المياه إلى شط البصرة، ونلاحظ بقعة الزيت الملوثة اللي جاي تنتقل، صار لها أكثر من يومين تقريبا، ولاحظ أنه الزيت عالق في حواف القناة، قناة التصريف، وأيضا على النباتات، وهذا يدل أنه المصدر من داخل محطة حمدان المجاري وليس من منطقة أخرى في شط البصرة. في محافظة الأنبار صور أحد المواطنين مقطعا وأظهر هذا المقطع تصريف مياه المجاري الملوثة إلى ناظم الورار في مدينة الرمادي المطل على نهر الفرات بمحافظة الأنبار. فلنتابع هذه الصور. السلام عليكم. يعني شوف هاي يفتحون المي هذا الوسخ العاسن يفتحونه على هذا هو يعني النهر همات، يعني مسألة كلش يعني هاي أسباب الله أعلم فشل كلوي ما فشل كلوي ربما تدخل في هذا المجرى أيضا، لأن أيضا المستشفى الرمادي العام أيضا يدبون أكو هناك بوابات الذب بذاك المكان، فهاي المسألة هذا مياه ما النهر يعني، وثانيا هسه أكو جفاف يعني يروح للإسالات، يعني أكيد يصير به مضار. وحول هذه المقاطع والتلوث البيئي في العراق نقرأ بعض تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. محمد خليل علق وقال: نطالب وزير البيئة وكل مسؤولي الأنبار ونطالب شباب أهل الأنبار أن يقفوا وقفة جادة. أحمد سهيل ألف هداوي يقول: أخي مو فقط المعامل أيضا المستشفيات التي تلقي بأنواع وأشكال النفايات والمخلفات المسرطنة والمخالفة للبيئة وللصحة، ووزارة الصحة ساكتة. يقول أحمد حمد الله يقول: المياه الثقيلة للمدن القديمة التي تقع على نهر الفرات في سوريا والعراق جميعها تصب في مجرى النهر. أما قصيفة يقول: 95% من الفشل الكلوي والله أعلم
بسبب هذه المياه. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة، ورحب بك معنا أبو عراق. لماذا لا يوضع حد برأيك لهذا التلوث ولهذا التصريف المياه وكذلك مخلفات الحقول النفطية في مياه الأنهار وكذلك المستشفيات وغيرها من الدوائر؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، إذا سمحت لي ولو راح تزعل عليه. تفضل تفضل. والله والله احنا الشعب العراقي مستحقين دول واكثر بعد. شلون؟ كافي استاذ عمر احنا كافي مجاملات، هذا الشعب مستحق لنا، كافي جبن، كافي يا اخي ما قبلهم استحلوا في الشوارع، ما تقول لي السكوت هذا على شنو؟ وهاي جتك هسه الانتخابات ونفسهم راح يصبقونهم ويساعدون. ابو عراق ماشي ايش ماش انت تذب اللوم كله على الشعب العراقي. ايش قد النسبه ماشي ايش قد النسبه اللي شاركت بالانتخابات السابقه؟ اذا انت تقصد بموضوع الانتخابات لا جاوبني حتى نكون واقعيين. ايش قد النسبه كانت؟ 12 15%. استاذ عمر اذا سمحت لي، واذا طلع الشعب، اذا طلع الشعب مثلا تظاهرات سلميه مثل ما صار بتشرين او غير تشرين، حتى المظاهرات هاللي دع تطلع المطالبه بالتعيين وبالوظيفه يتم قمعها. يا استاذ عمر عليك. نعم يا استاذ عمر، احنا طلعنا انتخابات ما طلعنا نفس الشيء، الاوراق عندهم يا اخي استاذ عمر. أنا بس خل أرجعك لي ورا شوية، دورة العشرين شنو كانت عندهم؟ مو الفالة والمقوار؟ ما هم اللي سيطروا الشعب يا أستاذ عمر؟ هذول مال سحل عمي بالشوارع، مو مال تطلع شايل بطل مي وشايل العلم، عمي سحلهم بالشوارع. كافي ذل، كافي إهانات، كافي السجون التمثيل يا أستاذ عمر. وهسه هم مكيفين، والله مكيفين بهذا الوضع، مرتاحين عمي. هذول حراميه، هذول لصوص، هذول جاي يشتغلون يا استاذ عمر، ولا هم مول العراق ولا هم للناس اللي دزتهم للدول. فكافي يا استاذ عمر. انا من خلال هذا البرنامج انا اناشد الشعب، اقول له اذا نايم اصحى، عمي فخر مجالي ورانا، اطفالنا وين راح تروح مصيرها وين يا استاذ عمر؟ وانا اشكرك اخوي. شكرا ابو عراق من فلوجه كان معنا. معنا هشام من بابل، مرحبا بك معنا هشام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم خوية. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. خويا من سببنا ان كل هالمشاكل وكل هالازمات هي هذه الميليشيات الارهابيه المواليه للقتال السياسيه التابعه الى ايران، هي سبب المأساة هذه كلها، وما زالت متزايده على ارتقاء جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه بحق الابرياء ومن كل حقل وصوت طبعا. اي والله. يعني هذا هشام، يعني اليوم شركة النفط تلقي بالنفايات مالتها في الأنهر وحتى تلوث الجو، المستشفيات، دوائر المجاري وغيرها من المياه الثقيلة، غير أكو هناك رقابة على هذا الموضوع؟ لو شلون؟ أقول بعد روحي انه هذه العصابات الحاكمه اليوم لا يهمها الشعب العراقي ولا يهمها اهل البصره ولا يهمها، بل تزيد لهم المعاناه، تزيد لهم الامراض من خلال هاي النفايات ومن خلال الوسائل الاخرى، تزيد لهم يعني لكل هالكوارث ضد الانسان من قبل هاي العصابات واجهزتها القمعيه بالاضافه الى ميليشيات ارهابيه. شكرا لك هشام. كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، ملفات أخرى سوف نناقشها معكم ولكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات،
لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد. تساءل مواطن عراقي من العاصمة بغداد عن سبب تفكيك السياج في جسر الجادرية، وقال هل لهذا الأمر علاقة بجهات مختصة ببيع الحديد وتفكيك المصانع وبيعها لإحدى دول الجوار؟ دعونا نتابع ما صوره وما قاله هذا المواطن من أمام جسر الجادرية. هذا الجسر مال الجادرية، هذا السياج اللي بالنص، بلكي تسأل المدير مال بلدية الدورة قل له هذا ليش مفصخي ومصفطي، شنو السبب؟ أكو ناس مختصة ببيع الخردة الحديد للدول الجوار، فصخت نص العراق، يا نص ثلاثة أرباع العراق، هذا مفصخي الجسر مال الجادرية ومصفطي حتى بأقرب فرصة يشيلوا، ليش مفصخي؟ سياج كل شي ما بي، حتى براغية موجودة، ليش؟ شنو السبب مفصخي؟ أكوام من النفايات والأنقاض تغلق الطريق الرابط بين منطقة الجزيزة وشارع محمد القاسم في محافظة البصرة، ومواطنون اتهموا الشركات التي تستثمر في البصرة وتأخذ والمقاولات تقف آلياتها وراء رمي أنقاض البناء على هذا الشارع. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة. اخوان خلوا هاي الرسالة توصل للسيد محافظ البصرة اسعد العيدان المحترم. يا استاذ اسعد، هاي مثل ما قاعد الشاهد، هاي الاربع شوارع اللي تربط منطقة الجزيزة بطريق محمد القاسم بشارع القائد الجديد. طبعا احنا استبشرنا خير بهاي الشوارع المهمة اللي فكت الاختناقات المرورية الحاصلة في منطقة الجزيزة أمام المحكمة، يعني هواي بين فادة، لكن للأسف مثل ما قاعد الشاهد شوف سيارات الإنقاذ وخاصة السيارات التابعة للشركات الماخذة مقاولات بنى تحتية داخل مدينة البصرة قاعد ترمي الإنقاذ كلش يعني على الشارع حتى بو على حافة الطريق. مثل ما قاعد الشاهد هذا الطريق الخدمة هذا انتهى. فيا أستاذ سعد لازم تكون إليك متابعة، لازم تأمر بلدية البصرة، السيد قائد شرطة البصرة، السيد مدير المرور البصرة، لازم تكون دوريات مستمرة، لازم تكون نجدة، لازم تكون دوريات ثابتة بهذا الشارع. ناشط من محافظة النجف يتحدث عن الفساد في إكساء شوارع المحافظة، وبين التخسفات الحاصلة بأحد الشوارع التي تم تعبيدها حديثا والتي كلفت 20 مليار دينار عراقي بحسب الناشط. دعونا نتابع هذه الصور. ليش هاي الفلوس؟ هذا المشروع بعشرين مليار يا عالم يا ناس، هذا شوفوا، هذا صار له شهر ونص، شوفوا هذا طريق بجف مدخل حلة، شوف
شوف كله تعور. شوف شوف قدامكم شهر ونص 20 مليار 20 مليار. هاي النتائج، هاي الشركات، شركات فاشلة تعبانة، واسطات منا ومنا وللمعارف. هاي النتائج شوفوا، وقفون 6 أشهر سادينها، 6 أشهر سادين الطريق، كاليها 20 مليار وسادين الطريق على الناس. هسا الناس ما يخالف ماجد الوائلي، الشركات تعبانة، ما الناس أهل النجف. أريد أسألكم بالله ليش ساكتين؟ 700 مليار يا أخواني يا أهلي الكرام راحن، 700 مليار الأمن الغذائي، هاي كلها تجي، ليش ما تحجون؟ الناس ليه صدق؟ الوجهاء، الشيوخ، السادة، الجاويد، الشباب، المثقفين، الجامعات، لا حقيقة ليش ما تحجون؟ كم شخص قاعد يطلع؟ عمي احنا ما متفضلين، فلوسكم يا عالم يا ناس، المسؤولين ولا يمهم ولا بحالكم ولا بحال أموالكم، والمقاولين قام يلخفون مليارات وهذا شغلهم. راحن 700 مليار وراح تجي ميزانية 2023 همين الكم 500 مليار، ظلوا نايمين. دعونا نذهب إلى تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. ضياء هاشم يقول: الموضوع والخلل يم المشرفين على العمل من مهندسي هيئة الإعمار والبلدية، هم المسؤولون أمام ما يحصل، يجب أن يعاقب هؤلاء لتعاونهم مع الشركة المنفذة. حامد الحسناوي يقول: قهر بقهر، الفلوس راحت بالخالي بلاش، وأغلب المشاريع تم إحالتها مباشرة من قبل ماجد الوائلي، شركات رديئة جدا، تخبط واضح وفساد أكثر وضوح. أما صلاح فيقول: ويا من تحكي يروح يقيم دعوة عليك، ليش هم ما يعرفون هاي الشركة فشلت في مدخل النجف الأشرف؟ هذا تبليط بس زفت بدون حصو، بس حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد. حسن يقول: كلامك جدا صحيح للأسف، والخطوط الحمر لا يمكن التطرق لها في كل مؤسسات الدولة. نعم، معنا أبو عمر من الناصرية، أرحب بك معنا أبو عمر. أبو عمر، ليش المشروع شهر شهرين ونشوفه وضعه كأنه صار 30 سنة؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وياك أبو عمر من الناصرية. حياك الله، يا هلا بك، أهلا وسهلا. طبعا المشاريع كلها متلكة، واحد يبيع حل الثاني. طبعا هاي واحد يبيع حل الثاني مثل سوق هرج، يعني حص زايد تاكل زايد، كم من حصتي؟ شلون يعني؟ زين ها انا اقول لك شلون، يعني ناس هذول حكومه فاسده، هي من المحافظ، من مهندسينها ديلولا، من مدراء مشاريع، هاي كلها فاسده، هاي كلها تعب على الاحزاب. لا اصدق يجي واحد، يجي واحد ويعطونه يعني نظيف ونزيه ويعطونه مقاول، لا على عموم العثمون بيهم ما في فايده. يعني من العثمون بيهم يعطونه جل ولا، واحنا باقين على الموال هذا. الساد محمد الشيع السوداني اول راح الكاظمي، اجى محمد الشيع السوداني تو على الهور مرق والدور خواشي. اسمعني عم عمر. اسمعك. نعم. اسمعني زين، والله قسما عظما ها برب الكعبه، زين ذولا بالنسبة خطية مال المتقاعدين ذولا العسكريين، القاضي حياته بالجيش ويطلع كل شيء ماكو زين ولا زين، يعني يطلع لا راتب لا هاي، لو يشتغل خضار يعني حتى الله ما يقبلها. انا اشوف يعني هاي، شوف هاي الدول هسه مو المتقدمة، يعني الدول العالمية كده المتقاعد هاي الى راتب ولا يعني الاحترام زين ولا. الاسير يعني يجي الاسير ما يعني، هي دوليا الاسير دوليا إلى راتب ويعني ويطلع ويقعد بالبيت يرتاح جل ولا. زين انتوا لا حسبتوا التقاعد لا الاسير العسكري، زين جاي تلعبون على العالم. زين ادي محمد شاع جاي تطي من جيبك عمي، بس قل لي جاي تطي من جيبك انت جل ولا، يعني اجيتوا انتقام، يعني دمرتوا البلاد ودمرتوا الشعب. بس انا راح اقول لك وهاي التركيه خليها بدانك، وبحكومه هاي الفاسده الايرانيه والله قسم عم. أهل الناصرية إحنا ما نسكت، أنا طلعنا عليكم حتى الدوار العدل زين. واسمعني يا محمد الشيع السوداني، اشتغلوا عدل واحترموا نفسكم، لا مثل المتقاعد صحيح،
لا مثل رجال كبير، لا مثل مرة كبيرة، لا 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 خطية للعاطلين ذولة. يعني عندنا عاشر بنعيم وناس بجحيم، يعني حتى الله ما يقبله. والله قسما عظما تطلع عليك الناصرية والناصرية، اي دائرة يعزلها ترى. أنا أشكر أبو عمر من الناصرية كان معنا. نذهب إلى ملف آخر، حيث تظاهر عدد من المحاضرين المطالبين بإنصافهم وتوفير التعيينات لهم. وانطلقت التظاهرات في بغداد وعدد من محافظات العراق، وكان منها في العاصمة بغداد، وبالتحديد من أمام سريع قناة الجيش شرقي بغداد. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد قامت القوات الأمنية باعتقال عدد من ممثلي المحاضرين في بغداد والديوانية ومحافظة النجف، وقد رصدت كاميرا مراقبة لحظة اقتحام منزل منسق محاضري مدينة الصدر وهو مالك هادي، واعتقال أخيه ونجله ومصادرة هواتف العائلة وسيارته الخاصة، علما بأنه أخذ الموافقات الأصولية لتظاهرات المحاضرين المجانين. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة. هذه الصور في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، لحظة اعتقال أحد ممثلي المحاضرين المجانيين في مدينة الصدر ببغداد، وقيل بأنه تم اعتقال أخيه وابنه ومصادرة هواتفهم، هواتف العائلة، وكذلك مصادرة سيارة الممثل للمحاضرين المجانيين في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد. هذا ما تم رصده من قبل إحدى كاميرات المراقبة في الشارع. عناد الزيادي هو أحد ممثلي المتظاهرين من المحاضرين في الديوانية، يتحدث بعد اعتقاله وإطلاق سراحه على خلفية تظاهراتهم المطالبة بالتعيين. دعونا نتابع ما قاله. السلام عليكم أخوان، يوم مركز الديوانية، الأستاذ عناد يمثل المحاضرين وجارين محافظة الديوانية، أستاذ حيدر عبد الرحمن. طبعا أستاذ عناد الحمد لله تم الإفراج عنه. الحمد لله. كلمة أستاذ عناد شنو مهم؟ حياك الله حبيبي، شكرا طبعا لجميع المحاضرين اللي ساندونا واللي اجوا ويانا واللي اتصل واللي نزل منشور. طبعا الدعوة مقامة من أيام المظاهرات، والدعوة اللي هي تضمن انه السب والقذف على مديرية التربية وتهديد مديرية التربية، وكأنما المحاضرين اصبحوا اليوم هم يهددون امن الدولة وامن المديرية والاعتداء على املاك الدولة. لكن الحمد لله والشكر ان القضاء العادل راح يخرج استاذ حيدر بكفالة. طبعا اليوم تم ايداعه بالتوقيف بسبب تأخر الدعوة من قضاء الحمزة الى الديوانية واجراءات الدولة هذه المقيتة، لكن الحمد لله والشكر ان اليوم يتحمل استاذ حيدر التوقيف، وراح نتوجه يوم غد صباحا الى قاضي محكمة التحقيق من اجل اخراجه بكفالة. تفاعل عراقيون كثر مع مطالب المحاضرين المجانيين، ومنهم من علق وقال كعلي قال: عمي طلعوا للرجل كل شيء ما نريد، للرجال ما نريد منكم شيء، احنا نظل ناس مضطهدين في ظل هذه الحكومة. سيسيليا جولنار تقول: شغلة مرتبة من الحكومة اعتقلتها حتى العالم ما يطالبون بحقهم، حكومة حرامية عبارة عن ميليشيات وناس ما تخاف الله. هنا تعليقات تقصد الشخص الذي تم اعتقاله في مدينة الصدر في العاصمة بغداد. محمد يقول: أي شخص يطالب بالحقوق هيك يصير وياه في ظل هذه الحكومة. فلة تقول: وصل بيهم أنه كل من يطالب بحقوق شعبه مصير الاغتيال لو السجن. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة.
والله مستمرين في الرياض. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة الهاشتاج. اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة جامع سارية في محافظة ديالى، وتشير أصابع الاتهام إلى ميليشيات مرتبطة بإيران هاجمت المصلين بعد صلاة الجمعة بعبوتين ناسفتين، ثم أطلقت النار على الجرحى، وقد نتج عن هذه المجزرة استشهاد 65 عراقيا بينهم أطفال، وجرح 84 آخرون. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت واسم جامع سارية بعد 10 سنوات من هذه المجزرة. تقول ورد جوري: كلنا يتذكر ديالى وأحداثها وما حصل لجوامعها كجامع مصعب بن عمير وجامع سارية وجوامع المقدادية، هل ننسى؟ تقول: مجزرة جامع سارية في ديالى أبشع جرائم الميليشيات في العراق. مصطفى البياتي يقول: مجزرة جامع سارية ذكرى تجدد فينا الوفاء للدماء الطاهرة التي سالت على أرض ديالى على يد مجرمي العصر. يقول أناس لبسوا ثيابهم البيضاء كبياض قلوبهم لأداء صلاة الجمعة، فإذا بمجرمي العصر يختالون فيهم طهرهم ونقاء قلوبهم، الرحمة للشهداء واللعنة على القتلة المجرمين. الصحفي العراقي أحمد سعيد يقول: لم يكن سلاح منفلت ولم تكن هناك غفلة أمنية، بل هي من سهلت لهذه المجاميع قتل الناس في بعقوبة بعد زرع عبوات في طريق خروج المصلين، ثم أكملت الميليشيات رش الجرحى بالرصاص ولم يتدخل أحد، والقتل الآن هم جزء من المنظومة الأمنية، لكن قل من يمتلك الشجاعة لقول هذا في العراق. الدكتور العقيدي يقول: تاريخ المجازر الطائفية البشع هو وصمة عار في وجه ميليشيات الحشد والحكومة. يقول: مجزرة جامع سارية في بعقوبة من أبشع المجازر التي شهدتها محافظة ديالى، استهداف المصلين بعد صلاة الجمعة بعبوات ناسفة توقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وللمزيد حول مجزرة جامع سارية، أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الانفوغرافيك التالي حول هذه المجزرة. شهداء العراق في كل مكان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.